السلام عليكم شباب، كراكم بخير وعلى خير. هنا صحتكم لاباس، اموركم زينه ان شاء الله. اليوم بلا ما نطول عليكم غادي نتطرقوا ان شاء الله لتصحيح ديال الامتحان الوطني للبكالوريا المهنيه لسنه 2019 الدوره العاديه. وان شاء الله اليوم نخدم بطريقه اخرى من غير الطريقه اللي مولف كنخدم بها. نخدم ان شاء الله على فقرات. عندي الفيديو الاول غيتعلق ان شاء الله بالسيستيم دانجيكسيون ايسونس اللي مازال ما طرقتش ليه، فما طرقتش ليه في الدوره العاديه ولا في الدوره الاستدراكيه ديال 2020، باش نطرقوا ان شاء الله حتى هو. وهذا طلب من بعض الاخوه اللي قالت لي انه كاين في اطار المرجعي. تري بيان، نمشيو ان شاء الله ديريكتومون لي ريبونس ابري من بعد هذا الفاصل هذا. السلام عليكم. تري بيان، si vous êtes employé en tant que technicien dans une entreprise de réparation automobile, votre chef d'atelier vous demande d'intervenir sur le véhicule d'un client sur l'ordre de réparation. Il est précisé que le client se plaint d'un manque de puissance et d'un bruit anormal, détonation. Le voyant de diagnostic reste allumé. Et quand tu es technicien dans une entreprise où j'ai un client qui t'a fait une automobile qui a un manque de puissance, c'est-à-dire que tu ne tires pas bien. زائد ان فيها ان بروي اللي هو ديتوناسيون اون بلوس لو تيموان دو دياغنوستيك او لو تيموان موتور ريست الومي. تري بيان، لي دوني دو فيكول موتور ا ايسانس، اطومبيل فيها موتور ا ايسانس 4 سيلندر، انجكسيون الكترونيك ملتي بوين، اي لو كيلومتراج 56389 كيلومتر. افون دو كومونسي لا ريباراسيون فو دوفي بروندر كونيسونس دو سيستيم. قبل ما تبدا لا ريباراسيون ضروري خاصك تبدا لنا تعرف تكون عندك دي زانفورماسيون على لو سيستيم. تري بيان. كيسيون نيميرو 1، سيتي 3 افونتاج دو لانجيكسيون ايسونس. عطيني هنا ثلاثه ديال لي زافونتاج ديال لانجيكسيون ايسونس. هذا السؤال هذا الا شفنا راه مكرر ومعاود، كيتسمى باغمي لي كيسيون كلاسيك اللي كيتحطوا غالبا. تري بيان، les avantages de l'injection essence est augmentation du rendement du moteur, tu كبر لي الروندمون ديال الموتور، يعني هو لو رابور كونسوماسيون برودكسيون دو لينيرجي. تري بيان. deuxième avantage هو réduction de la consommation de carburant، كينقص لا كونسوماسيون. troisième avantage réduction des polluants dans les gaz d'échappement، كينقص ليا la pollution في لي غاز ديشابمون. تري بيان، une fois on parle de la consommation, diminution de consommation، automatiquement on parle de la diminution de réduction des émissions de gaz polluants. Très bien. هادو متلازمات، الثانية والثالثة كتلازمو مع بعضياتهم. Question numéro 2. Mettre une croix dans les cases correspondantes du tableau ci-dessus. دير واحد الكروة في الخانة المناسبة. نعطي لنا ان دوزاج ريال لي حقيقي، واحد جا الوسط 1 sur 15، من جهة اليمين من جهة اليسار جا 1 sur 18، ومن جهة اليمين جا 1 sur 12. تخي بيان، لامدا كنهضرو على لامدا إتيكال 1 في الوسطاني 1.2 و 0.8. هنا عطينا دي زيكسبرسيون دوزاج بارفي ميلونج ريش و ميلونج بوف. خصنا نحطو كروا في الخانة اللي كتناسب كل واحد. ملي كنهضرو على دوزاج بارفي، تنقول دوزاج بارفي هو ملي كتكون فيه لامدا est égal à 1 ou le dosage c'est ça oui 1 sur 15. Très bien. Il y a déjà la bonne réponse. Mais tiens, le mélange riche, ça veut dire bien la quantité de l'essence qui tira par rapport à la quantité de l'air. Les yerna est 1 sur 12. Mélange riche. Très bien. Il y en a un fait l'essence qui tire qui termine l'air. Mélange pauvre ou l'axe ou un accord de bien la chimie de l'air. كثيرة أكثر من الكمية ديال ليسونس اللي خصها تكون نورمالمون. تخي بيان، نمشيو لكيستيون نيميرو 3. بريسيزي لو تيب دانجيكسيون ايسونس دي فيكور سي دوسو. عندي واحد ثلاثة ديال لي فيكور هنايا، خصني نكون عارف اش من نوع ديال لانجيكسيون، اش من تيب ديال لانجيكسيون. نمشيو لفيكور 1، شنو كتقول؟ فيكور 1 هي انجيكسيون ملتي بوان انديريكت. عندي انجيكسيون فيها بزاف ديال ليزانجيكتور، ولكن كتوقع انديريكت اون امون du papillon de la soupape d'admission. Figure numéro 2, c'est une injection monopoint, ça veut dire il contient un seul injecteur. Il est injecté en amont du papillon des gaz. Très bien. Troisième figure, injection multipoint direct. L'injection suffit à l'intérieur de la chambre de combustion. Alors c'est une injection, l'IA, injection directe. Très bien. Complétez le tableau suivant à partir du schéma figure 4. Figure 4, il y a des lettres de l'emco. On va continuer
هاد الطابلو هذا كان الشباب ليليمون نيميرو 10 هو لو كابتور دو تمبيراتور دو موتور. الا لاحظتوا بان تلقاو عاطينكم دي زليمون وتحطوا لهم الارقام وعاطينكم دي شيفر وتحطوا لهم لا ديزينياسيون ديالهم، يا اما ديزينياسيون تحط لو شيفر او لا لو شيفر وتحط ديزينياسيون. تري بيان. ليليمون نيميرو 5 هو الكابتور دو تمبيراتور دار 3 او لا 12 انجكتور. ال 8 بومب دو غافاج او لا كتسمى بومب d'alimentation 3 c'est le débit débitmètre. ولا لاحظتوا الشباب هذا الشيما هذا خصكم تكونوا ميتريزينها مزيان وعارفينها مزيان. ليليمون سويفون كابتور دو ريجيم دو موتور. تنقولوا ميتريزينها مزيان يعني تكون عارفين العناصر ديالها عارفين ديسبوزيسيون ديال كل عنصر. سيتيام ايليمون ريغولاتور دو بريسيون اي بوتونسيومتر سي لو نيميرو 4. لو بوتونسيومتر دو بابيون هو الكابتور اللي كيعرف la position ديال البابيون. تري بيان. كما لا ديال العناصر عندي ال11 سوند لامدا، ال1 فلتر ار، 2 كالكولاتور، 6 اكتواتور دو رالونتي. ردوا بالكم على اكتواتور دو رالونتي راه شحال من واحد كي ينسى على السميه ديالو. وهذه الكتروفان دو بيرج كانيستر. وحنا قلنا هاد السيستيم ديال الكانيستر هو حتى هو سيستيم ديال لونتي بوليسيون اللي كيخدم على لونتي بوليسيون وهو اللي كيخلي لي فابور ديال ليسونس ما يخرجوش لاغ اتموسفيريك و تيرجعوا لادميسيون باش يعاودوا يتشرحوا. وراه ان شاء الله هذا السيستم حتى هو غنديروا عليه واحد الفيديو خاص به بالنسبه مع الدروس. حتى الديبيمتر غنديروا عليه درس خاص به، كل واحد غنديروا عليه درس خاص به، ولكن غندخلوهم في نطاق ديال لو موديل ديال لانجيكسيون ايسونس. الفلتر اكاربيون لي سي ليليمون نيميرو 4. تري بيان. اون سو بازون سور لو شيما فيغور 4 نيت اللي هي تبقى هي كومبليتي لي زونتري سورتي دو سيستيم سويفون. عندي هاد السيستيم هذا وغان كومبليتيو لي زونتري في السيستيم. حنا كنعرفو هاد الشيما كتريبريزونتي لو برانسيب او تي اس. او كتعني اونتري و تي هي لو تريتمون دي زانفورماسيون اللي غدير على الانتيريو دو كالكيلاتور، و سورتي سون دي زانفورماسيون او لو سينيال دو كوموند اللي يخرجو فيغ لي زاكسيونور. تري بيان. نبداو بلي زاكسيونور. لي زاكسيونور يقدر تلقاو انجيكتور، بومب داليمونتاسيون، كانيستر او لا الكتروفان دو بيرج كانيستر، اكتواتور دو رالونتي. نمشيو دابا لي كابتور. نقدروا نلقاو سوند لامدا، كابتور دو تمبيراتور موتور، كابتور دو فيتيس اي بوزيسيون موتور، اي ديبيمتر دير. نقدروا نلقاو بوتونسيومتر دو بابيون دي غاز. تري بيان. هادو هما لي زانفورماسيون اللي عندي هنايا، وعندي بالنسبه للكالكيلاتور تيكون برونشي معاه la prise OBD pour entrer et sortir des informations. On peut avoir plusieurs types, plusieurs d'autres capteurs. À l'exception de l'obmené, les capteurs ou les actuateurs n'diront qu'un. Très bien. Sixième question. Citez trois causes de la détonation. Attendez, l'état de l'esprit qui se brûle à la détonation. La détonation, chabab, il y a le phénomène qui est occurrent à l'intérieur de la chambre de combustion. Les hommes qui ont deux explosions à la fois. حنا كنعرفوا بان لا شومبر دو كومبيسيون ما يمكنش تحمل اكثر من ان سول اكسبلوزيون، يعني كون اكسبلوزيون واحد اللي تيخصو يكون، وملي تيوقع عندي الديتوناسيون يعني تيولي عندي جوج ديال ليزكسبلوزيون في دقه واحده. شنو هما الاسباب ديالها؟ اول حاجه اون افونس على ليماج او لانجيكسيون ترو امبورطونت، هي اللي تتوقع على ليماج، يعني تتوقع لا برودكسيون دو لوتينسيل او نيفو دو لا بوجي دو ليماج قبل من الوقت، او لا ملي كتكون عندي لانجيكسيون ترو امبورطون، حتى لانجيكسيون كتوقع قبل من وقتها بزاف، يعني ان الموتور ني با سينكرونيزي. اولا تيكون عندي ان رابور فوليميتريك تري زيلفي، ان رابور فوليميتريك تري زيلفي. رابور فوليميتريك هو العلاقه اللي كتربط بين الفوليوم الفوليوم دو شامبر الفوليوم دو سيلندر اون توتال اي الفوليوم دو لا بوتيت شامبر. ملي تيولي كبير بزاف كيولي عندي مشكل ديال هاد الديتوناسيون. اللي تيخسر ليا الرابور فوليميتريك هو الكالامين اللي تيكون في لا شومبر دو كومبيسيون تيلصق عليها، اولا الى سيرفاسيت لو بلون دو جوان بزاف، اولا غيرت من ليبيسور ديال جوان دو كولاس. ان كاربيرون مال ادابتي، الا كان ليسونس عيان اولا فيه بزاف ديال لوكتان، لا الا فيه ما فيهش بزاف لوكتان كيدير ليا بروبليم ديال بروبليم دو ديتوناسيون. تري بيان. الا كان عندي ان ديبلاسمون دو بيستون ترو لونت، واحد البيستون كيتحرك ديفيسيلمون يعني كيتحرك مؤخر، سواء عنده مشكل ديال الكريساج ولا مشكل ديال لي زور كيتحرك مؤخر يقدر يدير ليه هذا المشكل. اون تمبيراتور ترو زيلفي موفيز موفي ريفرواديسمون، الا كانت
الموتور فيه التبريد عنده عيان وكتطلع الحراره بزاف تقدر دير ليا بروبليم دو ديتوناسيون او لا اون بوينت اون بريزونس دو بوان شو بوان شو برودكسيون دو بليزيور فرون دو فلام. الا كان عندي الكلامين في لا شامبر دو كومبيستيون كتعطيني بليزيور ديال بليزيور اكسبلوزيون، يعني تيولي عندي بزاف ديال الاكسبلوزيون في شامبر واحده. ان موفي براساج دو ميلونج، الا كان الميلونج ني با اوموجين، يعني ما مخلطش مزيان، ني با براسي تري بيان، هذا سالينا منه. هادو هما الاسباب ديال ديتوناسيون. اون برونشون لاباراي دو دياغنوستيك لو ميساج انجيكتور نيميرو 2 ديفيكتيو اي تافيشي سي تي دو كونترول الكتريك ا افيكتيو سور سيت اليمون. قال كي برونشينا لاباراي دو دياغنوستيك في هاد الطوموبيل هادو لقينا في الكود ديفو بان الانجيكتور نيميرو 2 ديفيكتيو سي تي اي افيشي سي تي دو كونترول الكتريك ا افيكتيو. عطيني جوج ديال لي كونترول الكتريك نقدر نديرهم على هاد العنصر هذا على الانجيكتور. تري بيان، نقدر ندير لي كونترول دو لا ريزيستانس دو لا بوبين دو لانجيكتور، نقدر نكونترولي البوبين ديالو. علاش؟ لانه سي ان انجيكتور الكترومانيتيك، فيه بوبين لداخل نقدر نعبر على لا ريزيستانس ديالها. وبعض المرات الشباب يطلبوا لكم مثلا لاباغاي اوتيليزي، نعبرها باش بلوم ماتر، نعبرها بالاوم ماتر. تري بيان، كونترول يعني نعبر لا طونسيون اللي كتوصل لهداك الطونسيون اللي كتوصلو. والطونسيون باش كنعبرها؟ كنعبرها بالفولت فولت ماتر، متفقين؟ كنعبرها بالفولت بالفولت متر. كونترول دو سينيال دو كوموند، هاد الانجيكتور نقدر نعبر ليه السينيال دو كوموند. باش كنعبر السينيال دو كوموند؟ كنعبرها بلوسيلوسكوب، لوسيلوسكوب، كنعبرها بلوسيلوسكوب، واحد الجهاز اللي كيعبر ليا لي سينيو ديال سينيال دو كوموند. تري بيان، كيسيون نيميرو 8، كيل لو رول دو لا سوند لاندا؟ هذا السؤال كيتعلق بلي سيستيم اونتي بوليسيون. سوند لاندا شنو الدور ديالها؟ لا سوند لاندا ابور رول، لا سوند، لو رول دو لا سوند لاندا اي دو ميزوري la teneur en oxygène dans les gaz d'échappement. Qui a parlé à nisbe de l'oxygène dans les gaz d'échappement. Très bien. C'est une question de l'absurde. Mais dans les systèmes, il y a deux sondes lambda. Une dans l'entrée du catalyseur, une dans la sortie du catalyseur. Avec l'entrée du catalyseur, qui dit cette dose. Mais la sortie du catalyseur, qui dit un autre rôle, le contrôle de fonctionnement du catalyseur. Et quand tu vois le catalyseur, où je te dis, دار الخدمه ديالو اولا ما دارش الخدمه ديالو. تري بيان، كيسيون نيميرو 9، دوني لا ديفيرونس اونتر انجيكتور اسانس ملتي بوان اي مونو بوان. خصني نعطي الفرق بين انجيكسيون ملتي بوان انجيكسيون مونو بوان. سي سامبل، كيسيون تري فاسيل. تري بيان، لانجيكسيون مونو بوان كونتيان ان سول انجيكتور يوتيليزي سور لي موتور ا بيتيت سيلندري. عندي فيها نلقاو فيها ان سول انجيكتور وكتستعمل في لي موتور ا بيتيت سيلندري. غنقدروا تلقاو حاليا في هذا الوقت هذا كنلقاوها في لي موتوسيكل. تري بيان، وعندي لانجيكسيون ملتي بوان. انجيكسيون ملتي بوان باش كتميز بليزيور انجيكتور سويفون لو نومبر دو سيلندر، يعني فيها بزاف ديال لي انجيكتور على حسب عدد السيلندرات. شاك سيلندر ا لوغ بروبر انجيكتور. اون كادو نو فونكسيونمون دو ليليمون نيميرو 8، شنو هو ليليمون نيميرو 8؟ هي لا بومب داليمونتاسيون. لو موتور بوتيل ديماري؟ ياك هنا الا كان هاد ليليمون نيميرو خاسر واش لو موتور يقدر يديماري؟ سي نورمال ما يقدرش يديماري، لو موتور نو بو با ديماري باسكو لا بومب ني با اون فونكسيون، ولا ني با فونكسيونيل، لان هاديك لا بومب هي اللي غاتاليمونتي لو موتور بالكاربيرون. حنا كنعرفو بان الموتور ا ايسانس يخدم بثلاثة الحوايج، كاربيرون كومبيرون اي ايتانسيل. الا ما وصلوش كاربيرون ما يخدمش، ما وصلوش كومبيرون ما يخدمش، ولا ما وصلتوش ليتانسيل راه ما يمكنش يخدم. تخي بيان، فهاد الحاله الا كان ليليمون نيميرو 8 خاسر راه ما يمكنش الموتور اي ديماري. تري بيان، هنايا كومبليتي لو شيما دو لا فيغور 5. عندي فيغور 5 هنايا فيها بزاف ديال العناصر اللي خصني نكون عارفهم وميتريزيهم مزيان، وهنا تيخصني نكمل الشيما ديالي. الا كنت عارف بان هاد السامبول هذا اللي فيه لا سوري كيعني كالكولاتور، وهاد السامبول هذا اللي فيه ام وفيه الكترو ايمون كيعني بانها لا سي ان موتور الكتريك، ما نقدرش نقول شنو هو بالضبط. ولا كان هذا السامبل هذا فيه بوبين وفيه ان كونتاكتور تيانيرو لي وهذا كيعني انفيزيب، صافي دي خصني هنا نكمل الشيما ديالي. ولا كنت كنعرف بان الرولي باش يخدم تيخصو بلوس اي موان، خصني نكمل الشيما ديالي. تري بيان، بالنسبه للرولي حنا عطيناها البلوس من الكنز، والكنز ديما هو تنسميوه بلوس ابخي كونتاكت او لا لا ابي سي، متفقين؟ بلوس ابخي كونتاكت. دابا اللي عطينا الرولي عطيناها البلوس، اش غتسنى؟ غتسنى لا ماس اللي غتجيها من كالكولاتور، تجي لا ماس من الكالكولاتور. تري بيان، دابا في هذه الحاله الا درنا كونتاك راه يخدم الرولي وخدم معاه هذا الموتور الكتريك ديال
اللي هو ديال لا بومب ا ايسونس. تري بيان. ليتاب سويفونت هو نعمر طابلو نومي لي زيليمون غوبيري دون لو شيما دو لا فيغور 5 اللي قدامكم ديما باقي قدامكم. ليليمون نيميرو 1 شنو هو؟ هو فيزيبل. ليليمون نيميرو 2 غلي. L'élément numéro 3, pompe électrique à carburant. Et l'élément numéro 4, c'est le calculateur. Là, on a vu ici, on a vu le schéma qui est devant nous. Très bien, on a vu le schéma qui est devant nous. On a vu que le calculateur est qui alimenté ou qui commande le relais ou qui commande la pompe de carburant en essence à travers un relais qui commande à un tariq ou un relais. Très bien. Quel est le rôle de l'élément 1 de la figure F5? هذاك ليليمون نيميرو 1 اللي هو لو فيزيبل شنو الدور ديالو؟ تري بيان عنده جوج ديال الادوار. لو برومي رول لا بروتيكسيون كونتر لي سور انتنسيتي كي بروتيجي كونتر لي سور انتنسيتي. دوزيام رول بروتيكسيون كونتر لي اولا لو كور لو كور سيركوي. تري بيان شباب تنتمناكم تكون توفقتوا في هذه الفقره وتسناو الفيديو ان شاء الله الجاي غنحط الفقره الثانيه اللي فيها سيستيم دو فريناج اي سيستيم دو كليماتيزاسيون. وما تنساوناش الشباب من البارتاج ومن التشجيع ديالكم في لي كومونتير. وبالنسبه لي ليان اللي كنحط في لي كومونتير ديال لي زو اف ام راه نحاول ان شاء الله نحط ان اوتر كونت جوجل درايف اللي يكون موان سيكوريزي. داك الكونت عندي بلو سيكوريزي داكشي علاش كيطلب كل مره تيطلبني لاكسي وكنقدرش نواكب انا كل مره نأكسبتي الدوموند ديال كل واحد. متفقين؟ بزاف عليا باش باش نستجبل بزاف ديال لي دوموند دو بارطاج ديال هذاك الدوكيمون. غنشوف ان اوتر كونت ونبارطاجي معكم لي ليان كاملين كاع نقدر نبارطاجي معكم حتى لي دوكيمون اللي عندي. اي ميرسي بوكو.